هذه الفترة الصباحية وبداية تحديات وظهور الشعارات العملاقة. أسعد الله صباحكم أيها المشاهدين الأعزاء المتابعين الأكارم في انطلاقات صباح هذا اليوم، حيث كانت التحديات والانطلاقات القوية المثيرة. هملولة هي من تسبق الأحداث في أول أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ، لتسجل البداية لهجن الرياسة في انطلاقة هذا اليوم وصباح اللقاية، بينما نسير مع سن اللقاية مع انطلاقة شوط خاص بالأبكار المهجنات الأصايل. نسير مباشرة أيها الحفل الكريم إلى مقدمة هذا الشوط، إلى المركز الأول، حيث تتقدم الشاهينية لهجن العاصفة مقدمة هذا الأداء الرائع وبقيادة المضمر غياث الهلالي، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر تصل في هذه اللحظات احتلال لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمره حمد بن علي العويسي ياتي على المركز الثاني. انتقل إلى المركز الثالث، إلى وجود هملولة لهجن الرياسة وبقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي، بينما مشاهدينا الكرام من الجانب الآخر الوثبة لهجن الرياسة مع المضمر المتابع هنا سلطان بن محمد الوهيبي من قدم هذا الاسم، حيث يتواجد في انطلاقة هذا الشوط المركز الخامس. المركز الخامس هملولة تتقدم في هذه اللحظات وتتواجد هذه وطن تعود ملكية لهجن الرياسة وبقيادة المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ياتي المجازف، بينما الوثبة تحتل المركز السادس لهجن الرياسة بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق ياتي هنا في هذه الانطلاقة. انتقل مباشرة إلى المركز السابع، هجن العاصفة تقدم الشاهينية مع المضمر، هنا ياتي غياث الهلالي. المركز الثامن انتقال مشاهدينا الكرام الى المركز الثامن من حاشة لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، محمد بن عبد الله بالدبيلة يتولى عملية التضمير والتدريب. المركز التاسع هذه اللي تدخلت الان خيرة وعساف الامر خيرة لهجن الرياسة، بينما ياتي محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يضمرها. المركز العاشر وصلت الان مريفة لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر حمد بن خميس الغويص السويدي. ها هي النتيجة، 10 أسماء قادمة، 10 أسماء حاضرة مشاهدينا الاعزاء في انطلاقات هذه الأشواط، ولكن تستمر الإثارة، يستمر التحدي في ميدان المرموم تحفة ميادين السباق. عودة إلى المنطقة الأولى، المنطقة الخضراء، وهنا هملولة تسيطر على المركز الأول لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي، هو المسيطر هو المتقدم الآن على المركز الأول، بينما الرياسة في المركز الثاني مع وجود وطن تحتل المركز الثاني، بينما ياتي المضمر محمد بن عتيجة بن زيتون المهيري المجازف ما شاء الله تبارك الله. الوثبة قادمة الى المركز الثالث لهجن الرياسة والمضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي قادم الى المركز الثالث. المركز الرابع الشاهينية، المركز الرابع الشاهينية لهجن العاصفة المضمر غياث الهلالي. المركز الخامس تقدمت الوثبة لهجن الرياسة، بينما ياتي سلطان بن محمد الوهيبي من يتقدم ليقدم هذا الاسم من خلال الانطلاقات المنافسات 5 مراكز أولى.
تسير من خلال هذه الأفكار، ولكن عودة إلى البداية، عودة إلى السيطرة. هملولة 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 هي المسيطرة، هي المسيطرة مع الظافر هناك في مقدمة الشوط بشعار هجن الرياسة. الحمر الخطر، الحمر الخطر هنا في انطلاقات صباح هذا اليوم. يدشن أول الأشواط، يسير كذلك يدشن ثاني الأشواط في انطلاقات هذا الصباح، في انطلاقات هذا الصباح، وفي كل صباح فلاح ورباح. الله، 1200 على خط النهاية. المركز الأول هملولة، هملولة مسيطرة، بينما المركز الثاني هنا وطن، وطن هجن الرياسة المجازف يتقدم. الشاهينية هجن العاصفة قادمة مع غيات الهلالي الوثبة، والوثبة على المركزين الثالث أو الرابع والخامس، وسلطان بن محمد الوهيب العملاق. ولكن عودة إلى هملولة، وطن قادمة، وطن قادمة، وهملولة مسيطرة. هملولة هجن الرياسة، هجن الرياسة مع هملولة، هملولة هملولة وطن تحاول لهجن الرياسة. محمد بن عتيجة بن زيتون المهيري الشاينية هجن العاصفة قادمة في المركز الثالث. ولكن شوف 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 التحدي، شوف التحدي والمناسب والمنافسة بين غياثة وبين الظافر والمجازفة في هذه الانطلاقات. ولكن شعار هجن الرياسة هو المسيطر مع هملولة، هملولة هملولة الشاينية هجن العاصفة، وطن هجن الرياسة، وطن هجن الرياسة، الوثبة لهجن الرياسة. هذه الأسماء كلها مشاهدين الأعزاء في معمعة المراكز الأولى. الله، الشاينية وطن، وطن والشاينية، الشاينية ووطن. اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، اللحظات الحساسة. ولكن الشاينية هجن العاصفة، هجن العاصفة تخطف هذا الشوط. هجن العاصفة مع وجود الشاهينية على المركز الأول، على المركز الأول الشاهينية لهجن العاصفة، الشاهينية لهجن العاصفة هي من تخطف الناموس في انطلاقات هذا الصباح. تانينا والناموس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم مالك هجن العاصفة على فوز الشاهينية بالمركز الأول. المركز الثاني وطن لهجن الرياسة، المركز الثالث الوثبة لهجن الرياسة، المركز الرابع خيرة لهجن الرياسة، والمركز الخامس هملولة لهجن الرياسة. هكذا أيها الحفل الكريم كانت النتيجة. المنافسة من البداية حتى النهاية، ولكن استطاعت الشاهينية أن تتقدم وتنتزع المركز الأول لتسجل حتى اللحظة التوقيت الأفضل بسبع دقائق 25 ثانية، سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة وإلى المضمر غياث الهلالي. المركز الثاني سبع دقائق 26 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا على فوز وطن بالمركز الثاني لهجن الرياسة، وإلى المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث كانت الوثبة لهجن الرياسة بسبع دقائق 27 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، والتهنية إلى المضمر والمتابع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. أسعد الله. We'll be right back.